هنعمل بقى النهاردة منظم أقلام، مش محتاج لأي أدوات خالص، مش هنستخدم أي نوع لزق. أنا مستخدمة ورق خفيف، ممكن تستخدموا ورق كنسون لو عاوزينه متين شوية. بتني الورقة بالنص كده وبعدين بتنيها مرة كمان، بعدين بفرد آخر تانية وبتني الزاوية دي لنص الورقة، ونفس الموضوع مع الزاوية دي، وحتى الزاويتين اللي فوق هعمل معاهم نفس الفكرة، بس هياخد بس الطبقة الأولى اللي هتنيها والطبقة التانية مش هتنيها. بعدين بتني الجنب ده لحد الزاوية المتنية الناحية التانية، نفرده ونتني الجنب التاني، بعدين تنيت الطبقة الأولى دي بالنص، والزاوية دي بتنيها لحد العلامة أو التانية دي، وبضغط على المربع اللي من فوق ده بس، مش بتنيها من تحت ولا حاجة، ونفردها ونعمل كده الناحية التانية وبس. كده خلصت. لو عاوزين بقى نزين، هنزين في المرحلة دي قبل ما نقفلها، بنزين المربع الصغير ده بس. استخدموا الأدوات المتوفرة عندكم للتزيين. أنا استخدمت قلم فلوماستر ورسمت بيه كده شكل، ده مانيكير أبيض، وممكن يبقى قلم أكريليك أو حتى قلم كوريكتور. ولما نخلص تزيين بنبرز بقى التانيات كلها زي كده. والزاويتين دول هستخدمهم عشان اقفل المنظم بيهم. باخد الزاوية دي كده وبتنيها وادخلها تحت الزاوية اللي في الجنب ده، وهعمل كده كمان الناحية التانية. كده يبقى اتقفل من غير اي نقطة لزق. كان متوفر عندي الورق الاخضر ده فكملت تزيين، رسمت عليه الشكل ده وقصيته، حددت حرف الرسمة دي بقلم فلوماستر اسود، واستخدمت الصمغ ولزقتها هنا كده، كان شكلها كيوت قوي وعسولة. عملت كمان واحد باللون الاحمر وبرضه رسمت عليه بالقلم الفلوماستر دي، هعملها على شكل البطيخ، ولزقت ورقة باللون الأخضر تحت كده. بعدين قفلته بنفس الطريقة اللي فاتت. طبعا تقدروا تعملوا أشكال كتير، ترسموا بقى بقلم جاف أو أقلام فلوماستر بس، أو تستخدموا ورق ملون زي ما أنا عملت كده. الموضوع مفتوح كده وفيه افتكاسات، بجد لذيذ قوي، وعلى فكرة سهل لو مشيتوا مع الفيديو خطوة خطوة هتعملوه. شكلهم حلو قوي وصغننين كده ومش واخدين مساحة على المكتب.